يعني من حقه يقدم للترشيح حقه كحق أي مواطن عراقي، أي مواطن عراقي يتوفر به الشروط يقدر يقدم للترشيح، وأي حزب من حقه أنه يكون عنده المرشح معته، وإحنا كاتحاد وطني كردستاني هم عندنا مرشحنا. بس المحاولات اللي يعني أنا أشوف بالساحة السياسية أكو محاولات لتقزيم رئيس الجمهورية، يعني أنا بعيدا عن أنه أنا نائبة أو من أي حزب، كمواطنة أشوف أنه هذا الشيء ظلم لدولة العراق، تقزيم رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية تقزيم المنصب قصدين؟ تقزيم المنصب طبعا. ليش؟ رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، هو أبو الشعب. لأن هاي ثاني مرة يعني نشوف أنه المحاولات لتقزيم رئيس الجمهورية. ليش تقزيم شنو يعني؟ بمن؟ يعني السيد بيمن. احترامي للمرشحين، بس السيد ريبر أحمد يعني أتمنى أنه ما يعني أنا ما أحب أسيء الأحد، بس ما أشوف الشخص المناسب لرئاسة. شايف السي في مالته؟ قرية السي في مالته؟ قريت السي في مالته. وزير داخلية وشغل مناصب مهمة بالإقليم وعلاقاته طيبة ببغداد ويتكلم العربي بطلاقة وشنو اللي موضوع مو موضوع العربي. لا 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 كل المؤهلات موجودة به، وثقة البارتي وثقة كاك مسعود وثقة كاك مسرور، والجماعة ترى ما يقدرون يزعلون كاك مسعود. خاف البارحة جاملوكم بالاجتماع. الموضوع مو موضوع زعل. يعني الصوت بالبداية وبالنهاية يرجع لنواب البرلمان. إذا نواب البرلمان يشوفون أي شخص مناسب وحاز على أكثر عدد من الأصوات مبارك عليه. أنا أشوف أي واحد أنه حاز أكثر عدد من الأصوات إلا 170 نائب، إلا 170 مبارك نائب. عليه إذا خدم الشعب العراقي، اللي يقدر يخدم الشعب العراقي واللي يتوفر به الشروط مبارك عليه.